مرحب بك يا زميلي عمر، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يا رب بإذن الله النهارده يكون يوم سعيد لجميع الأهلاوية، يكون يوم فيه انتصار، يوم يضاف فيه 3 نقاط جداد يضافوا رصيد النادي الأهلي عشان نقدر نحتفظ باللقب الغالي عند الأهلاوية. مباراة الأهلي وحرس الحدود على استاد القاهرة الدولي، يمكن خليني أقول لك يوم النادي الأهلي النهارده. الأهلي بدأ يومه في 9 صباحا بوجبة فطار، وفي 1:15 كان وجبة الغذاء، يمكن كان في وجبة خفيفة الكوفي بريك الساعة 4:30. يمكن المحاضرة هتكون في القاعة المجاورة كمان حوالي 10 دقائق بالتحديد. محاضرة مستر فايرر ما بتاخدش أكتر من 10 دقائق، بيتكلم فيها عن التشكيل اللي هيلعب بيه النهاردة بإذن الله، وهيكون التحرك الساعة 5:30 و5. يمكن الأهلي النهاردة يمكن تاني مباراة بيختار فندق بعيد شوية عن الفندق السابق، يمكن فندق في التجمع الخامس قريب جدا من شارع التسعين. يمكن المسافة لو خدنا الشارع اللي فيه المشير على الاستاد بإذن الله في ربع ساعة، بإذن الله 3 ساعة بالكتير، بإذن الله بإذن الله نكون موجودين في استاد القاهرة الدولي. يمكن فايلر اختار 19 لاعب لقائمة هذه المباراة، يمكن في حراسة مرمى الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي في خط الدفاع، رامي ربيعة، سعد سمير، أيمن أشرف، أحمد فتحي، محمود وحيد، محمد هاني، وسط الملعب السولية وديانج، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، مجدي قفشه، احمد الشيخ واجاييه، وفي الهجوم مروان محسن ووليد ازارو. النهارده الصبح كان في تمرين طبعا للمستبعدين بره قائمه المباراه، كان الكابتن سامي قمصان حريص يروح يمرن هؤلاء المجموعه طبعا ويرجع تاني فندق الاقامه. يمكن النهارده طبعا المباراه تحكيميا تحت قياده الحكم الدولي ابراهيم نور الدين. ممكن النهارده نلاقي ناس كتيره في التشكيل جداد، ممكن نلاقي وليد ازارو وارد، ممكن نلاقي اجاييه هو اللي بيكمل او بيلعب لسه محتفظ بيه راس الحربه وارد، ممكن نلاقي احمد فتحي في وضع السرد باك وارد، ممكن نلاقيه في البكرايت وارد، ممكن نلاقي محمد هاني، كلها اوراق هنعرفها بعد قليل طبعا اما فايلر يخش مع لاعبيه في المحاضره. دي كانت اجواءنا هنا زميلي عمر، اللي المحاضره هتكون في الساعه 5:30 إلى 5، وزي ما قلت لك اقل من 10 دقايق باذن الله هتكون المحاضره اللي هيقول فيها التشكيل، وهنتوجه باذن الله من فندق الاقامه اللي موجود في التجمع الخامس الى استاد القاهره الدولي. معاك زميلي عمر لو اي استفسار اي حاجه انا معاك. لا انا شريف اكيد طبعا انت قلت كل حاجه واتكلمت في كل شيء خاص باستعداد النادي الاهلي، نتمنى فقط التوفيق للنادي الاهلي والفوز والخروج ب3 نقاط، وان شاء الله يكون وشنا كله حلو على النادي الاهلي. ان شاء الله بقى نلتقيك مع كابتن اسلام الشاطر واثناء المباراه وبعد المباراه، كل التوفيق ليك يا حبيبي، وان شاء الله نرجع موفقين ب3 نقاط. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا يا حبيبي.